الانتصار فرجاني، مي انتصار ما كانش بسهوله معناها كيما تصوروا على معناها على الورق كانت النادي سفيقسي بلو فافوري معناها كو ليكيب بنغازي، مي على الميدان وجدتوا صعوبه. صحيح معناها ربح ما هو ساهل، اون بليس نسيو سي بنغازي يلعب معناها الشانس الاخرى نتاعو، كان يخسر اليوم سيئ ولا نيول بريسك معناها اليميني ما عادش نجم يترشح. لعب الكل في الكل، من احنا الحمد لله عرفنا كيفاش ناخفوا، ليسونسيال اللي جينا عليه هو 3 بوان، عارفين الماتش باش يكون برشا كوره، الحمد لله جاتنا الفرصه وماركينا بونتونا 3 بوان باهيين خلونا نكاليفيو للدومي فينال. طيب المقابله الثمانيه الاخيره باش تكون شكليه؟ اي بريس كوشي كريا، مي احنا باش نلعبوا باش نربحوا ونشوفوا معناها باش اللي باش يدينا مرحبا بها من البول الاخرى، باش نلعبوا بالطبيعه باش نربحوا نحاولوا ما نخسروش خساره اخرى في البول، باش ندخل اكثر كونفيون في الديمي فينال. بون شونس.